عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. هنا ياتينا لمنصور بن سعد بن قذله الاحبابي هنا السيدي من اتانا على المركز الخامس. هذه هي النتيجه التوقيت الزمني لهذا الانطلاق والاداء الجميل هنا 12:37 ثانيه وثمانيا من الاجزاء من الثانيه هو التوقيت الزمني الذي سجل بهذا الانطلاق والاداء. هنا تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز هنا للذيب لعبد الله بن عبيد بن طماطم العفاري بينما المركز الثاني هنا هنا التوقيت الزمني 12 دقيقة هناك أيضا 41 ثانية بالوفاء والتمام توقيت غيات لسالم مقريبة بالضبيب الشامسي ويأتينا هناك اللهيب ب 12 دقيقة 41 ثانية جزء واحد من الثانية هنا بتوقيت أيضا عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسر المري من وصل على المركز الثالث. تهانينا والناموس تهانينا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعونا في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأسعد الله مساءكم وطاب وسلام وسرور من هنا من تحفة ميادين السباقات الميدان الذكي ميدان المرموم ومع هذه الأمسية التراثية أمسية الثنايا الحاضرة برموزها وبتواجد نخبة الشعارات ونخبة الأسماء التي تحضر لكي تكون حاضرة في دانة الدنيا دبي وفي ميدان المرموم شوطنا 14 الذي أعلنت انطلاقته قبل لحظات قليلة والمخصص للقعدان المهجنات الأصايل لسن الثنايا لمسافة 8 كيلومترات هي الرحلة الحاضرة هي الرحلة المنطلقة هنا مع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تحضر هنا في هذا الميدان في هذه الانطلاقة وفي هذه الأمسية التراثية نخبة الشعارات نخبة الأسماء لها صولات وجولات حاضرة بهذا التواجد وعبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس وقناة الدوري والكاس الناقلات لهذه الأحداث. هنا الإثارة حاضرة هنا الإثارة متواجدة أتابع الصدارة الأولى أتابع مداهم من ينطلق بالمركز الأول حمد بن سيف بن معبد بن سيف المشغوني من ينطلق بصدارة هذا التحدي ويتقدم هذه الأسماء. النقلة الثانية على المركز الثاني الحاضر والقادم هنا في هذه اللحظات القادم هنا شديد في هذه الانطلاقة محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي يأتي مع المركز الثالث وثانيا وثالثا من الجانب الآخر تدخل هنا في هذه اللحظات والقادم الشارد بشعار بن كليب شعار بن محمد يأتي هنا عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي ممثل المدام يأتي مع ثالث المراكز رابعا تدخل في هذه اللحظات الاتحاد قادم هنا في هذه الانطلاقة هنا عمر بن حمد بن سيف بن تميم الاكتبي يأتي مع المركز الرابع ويتقدم نحو المركز الثالث رابعا الوصول هو الانضمام من زمجر هنا لرائد بن عبد الله راعي الطيره العامري يأتي هنا مع هذه الانطلاقة خامسا من الجانب الاخر الوصول من حبوب احمد المهير بن سيف بن واس الاكتبي تدخل بن واس القادم ايضا هنا مع المركز الخامس سادس الاسماء الحاضر سكر حضر بن مترف حضر من اهل الذيت سالم بن مترف بن سالم بن محمد المترف الطنيجي ياتي مع سادس المراكز وسابعا من الجانب الاخر الحضور والانضمام مع هذه الكوكبه هناك شعار الهديفي القادم ايضا هو الحاضر والمتدخل مع الاستاذ هنا والريان هنا
حمد غانب سلطان الهنيفي الكواري مع تابع المراكز، وثامنا المنطلق والحاضر هنا في هذه اللحظات مضياف سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي. حضر الشاعر ليتدخل ويتواجد في هذه الكوكبة الاولى، تاسع المراكز عزيز المتابع الحاضر والضاح حمد بن سيف الراز الشاوي الغفالي ابناء اللبس حاضرين، والقادم ايضا مع عاشر المراكز هناك وجود هيا في هذه الانطلاقة الدحمة بن قناسل بن حمرور العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الاسماء، وهكذا هو التحدي. نداءنا الاول لرحلة هذه الكوكبة، لرحلة هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة بصدارة هذا التحدي. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الانطلاق الجميل، أعود إلى التحدي، أعود إلى مداهم الذي لا زال يداهم الصدارة، يداهم المركز الأول بشعار المشغون الذي ينطلق بهذا التحدي. مداهم مداهم حمد سيف بن معوض بن سيف المشغول مع المركز الاول. المركز الثاني اللي واصل في هذه اللحظات هنا زمجل لراج بن عبد الله راعي الطيره العامري، هنا الحاضر والقادم من مصانع الجنوب ليتواجد مع هذه الامسية التراثية. ثالث المراكز، شوف اللي وصل، شوف اللي تدخل، وصل الشاعر، وصل بشعاره، وصل بتواجده هنا بهذه الانطلاقة. هنا مضياف، هنا سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي حضر لتحضر الخطورة مع هذا الشعار الكبير. رابع المراكز، شوف اللي وصل في هذه الانطلاقة، والحاضر من الجانب الاخر القدوم متابعون الاعزاء هنا مع هذه الاسماء مع هذه الكوكبة. الحاضر الاتحادي عمر بن حمد بن سيف بن تميم الاكتبي وصل في هذه الانطلاقة مع رابع المراكز، وخامسا المتدخل سكر لسالم بن محمد بن مترف الطنيجي مع خامس المراكز. اما سادسا الوصول والانضمام من الاسم القادم، يلا يا اسمر الحر الاسمر وصل هنا، عبد الله بن حمد بن وقاش العامري وصل مع سادس المراكز. وسابعا المتدخل في هذه الانطلاقة والحاضر هنا ناصي جمعة بن محمد بن سعيد المحرزي مع سابع المراكز. وثامن القادم مزعل راشد بن جابر بن عبد الله المنهالي مع ثامن المراكز. وتاسعا هناك من الجانب الاخر كوكب الحاضرة والقادم هنا مناور سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع تاسع المراكز. وعاشرا ختام جولتنا الثانية الحاضرة والمنطلقة مع هذه الأسماء والقدوم من هياض الدح بن قنازل بن حمرور العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء، وهكذا هو النداء الثاني الحاضر بهذه الانطلاقة بهذا التحدي برحلة الكبار. ويا محل الرقص مع الكبار دائما. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الجميل، إلى التحدي، إلى اللي غير. الفلاحي بدأ بالتغيير، شعار الشاعر بدأ يقدم. مضياف يا مضياف، شعار الجريء ياتي مع مضياف سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي. يقود الصداره، يقود المركز الاول بهذا الاداء الجميل. ثاني المراكز المشغوني حاضرا مع مداهم حمد سيف بن معبد بن سيف المشغوني مع المركز الثاني. وثالثا من الجانب الاخر اللي وصل في هذه اللحظات والقادم هنا زمجر راشد بن عبد الله راعي الطيره العام مع ثالث المراكز. ورابعا الانضمام هنا من مناور سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع رابع المراكز. وخامسا القدوم والانضمام
هنا معالي الانطلاقة الواصل اسمر عبد الله بن حمد الوكاش العامري هنا الخماسية الحاضرة بهذا التواجد بهذا الانطلاق الجميل. راح الكثير يا الشاعر راح الكثير وما بقى إلا القليل إلا القليل والناموس خير في المرموم الناموس خير والشاعر يقود الصدارة هنا بهذه الانطلاقة بهذا الأداء الجميل وعبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس والدوري والكاس الناقلات لهذا الأحداث ولهذا العرس التراثي ختامي المرموم غير مضياف يا مضياف بن دري يقود الصدارة سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي ولكن مناور حضر المدهوشي حضر المدهوشي مع هذه الانطلاقة مع المركز الثاني هنا بهذه الانطلاقة ويقدم ناور سالم بن عامر بن راشد المدهوشي وثالثا اللي وصل اسمر عبد الله بن حمد بن وقاش العامري مع ثالث المراكز ورابعا وصل اسم جديد لينضم الى الصراع الى النزاع يلا يا متعب وصل العامري هنا بهذه الانطلاقة هنا بهذا الاداء احمد الحزمي قناص العامري مع هذه الانطلاقة 1200 هنا لوحة الإعلان وبدأت الأسماء بالوصول والمدهوشي يغير مع الصدارة يغير مع المركز الأول هنا مناور سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من ينطلق بالمركز الاول بالاداء الجميل ونقترب من لوحة الاعلان هنا الكيلومتر الاخير يا اخوان ما بعد الا خط النهاية والمدهوشي يقود الصدارة مناور الشاعر مع المركز الثاني دخلنا الكيلومتر الاخير الكيلو الخطير جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعات الفائقة حرك اللي متحرك روح يلي تم الناموس يلي تم الانتصار المدهوشي مع الصدارة القادم هنا مع المركز الثاني ناصر قاسم بن دافون الحاضر هنا هنا حاضر قاسم بن دافون حاضر مع المركز الأول وصل العامري وصل العامري هنا مع متعب يلا يا متعب يلا يا السمي يلا يا السمي مع المركز الأول يغير العامري أبناء العين أبناء العين متعب يا متعب أحمد بن حزم بن قناص العامري من ينقض على المركز الأول هو على الناموس هو يقدم متعب أتعبتهم يا متعب سلام عيناوي سلام سلام زاخر سلام أسعد الله مساكم يا هالي زاخر ويا العامري من انتصر بهذا التحدي المركز الثاني كان وصول ناصر لقاسيم دافود والمركز الثالث كان وصول مناور لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي والمركز الرابع كان وصول متابعنا الاعزاء مضياف سعيد بن احمد بن محمد الدري الفلاحي وخامسا كان وصول مع هذه الانطلاقه هياض البترول عيسى بن سلطان بن مبارك السند الهاجري هكذا هي النتيجه وهكذا هو التحدي العامري من يظفر بهذا الناموس المستحق هنا ويقدم متعب 12 دقيقه 23 ثانيه 8 أجزاء من الثواني هو توقيت متعب لأحمد الحزمي قناص العامري وسلام زاخر سلام تهانينا والناموس لملك هذا الشعار انتصار مستحق ولها العين والعامري من أثر بهذا الناموس أما صاحب المركز الثاني كان ناصر لقاسم دافود من حل في المركز الثاني بهذا التحدي وتوقيت متابعون الأعزاء 12 دقيقة 24 ثانية وفاء وكمالا توقيت ناصر لقاسم دافود من حلة ثانيا بهذه الانطلاقة بهذا التحدي أما ثالثا وتوقيت 12 دقيقة 26 ثانية 7 من الثانية هو توقيت مناور لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي تهانينا والناموس لجميع الفائزين مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان من تحفة ميادين السباقات من ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة حيث ينطلق شوطنا أيضا 15 لفي